مبارك الزهري ابن الصحراء وعاشق للنباتات البرية، أخذ على عاتقه مسؤولية حماية الحياة الفطرية. تحمل الظروف البيئية القاسية من ملوحة وحرارة وجفاف بهدف الحفاظ على بيئة صحراوية فريدة لأجيال المستقبل. يا هلا وكثير الهلا بيكم، يا هلا وكل الهلا، رحب بيكم أخواننا تلفزيون الشرقية. معاكم مبارك الزهيري، خبير زراعي وباحث في النباتات الطبية والعطرية البرية. والله العمل التطوعي أقول منذ الطفولة، أنا ابن الصحراء وأيضا متعلق بهذه النباتات. العمل التطوعي والله هذا يعني حب بهذا المجال، وأيضا نبتغي الأجر ونريد الأرض إن شاء الله يعني خضراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج عطاء. حلقتنا اليوم راح تكون مختلفة، وعطائنا راح يكون من ربوع صحراء إمارة الشارقة. راح نتعرف عليكم على هذه المبادرة، وهي مبادرة زراعة الصحراء مع ابن الصحراء. راح نتعرف اليوم أيضا معاكم مع أستاذ مبارك الزهيري على زراعة الصحراء وعمله التطوعي في زراعة صحراء إمارة الشارقة. خذكم ويانا مشاهدينا تفاصيل أكثر راح نتعرف عليها إن شاء الله خلال زراعتنا لهذه الأماكن الصحراوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد كيف الحال؟ حياك الله أستاذ محمد. شو أخبارك؟ طيب؟ خير الله يسلمك. طمنا عنك. والله نحمد الله ونشكره، الله يسلمك. أبو محمد، في البداية أنا سعيد من انضمامي معك اليوم ومشاركتي معك في هذا العمل التطوعي راح تقدمه اليوم، فلو تعطينا في البداية نبذة عن هذا العمل. هذا العمل التطوعي هو ننثر البذور المنغرضة وشبه المنغرضة لأن حتى نحافظ عليها. أبو محمد، يعني ما شاء الله أنت دخلت في مجال التطوع، في عالم التطوع، لكن من هو ابو محمد ومن هو ابن الصحراء؟ ابن الصحراء، انا من يعني من الصحراء، من اصل الصحراء ومن الباديه من البدو، فلا بد ارتباطنا بالنباتات اكثر. يعني ما كان يعني من الطفوله احنا وطفولتنا ونلعب بالنباتات وايضا نستخدمها كعلاج. اليوم يعني حتى العالم بعد جائحه كورونا رجع للنباتات الطبيعيه والبريه للعلاج. نتعرف على هذه النباتات ابو محمد اكثر مع او من خلال زراعتنا لهذه النباتات وبعض الشتلات الموجوده ان شاء الله. توكل. زين ابو محمد، الحين بنزرع هذه النباتات هذه. نعم. زين ابو محمد، قبل شوي سالتك عن بعض النباتات اللي ساهمتوا في زراعتها، فعطنا بس نبذه عن بعضها او بعض هذه النباتات اللي حاليا معانا. والله معانا القرطه والعلقه وهذه كلها نباتات مفيده للحيوان، مفيده للنحل، مفيده للانسان. زين ابو محمد، هذه النباتات يعني مثل ما نعرف انه او مثل ما نشوف انها هي تقريبا ناشفه، فكيف يتم سقيها وكيف تعيش في هذه الاماكن من غير ماء، او كيف يتم حتى الاعتناء بها؟ هذه نباتات بريه. طبعا هي على مياه الامطار تنبت. وقت ما تجي مياه الامطار ممكن الحين شهر 2 شهر 3 راح تنبت. هذه طال عمرك هاي شجر اللي هو القاف. هذا شجر القاف. وتكون شجرة كبيرة ظلية مثل ما صورنا تحتها الحين. اي هاي ضمن الأشجار يعني اللي يعني اللي تعيش في البر. وأيضا جو العيال معاي دائما، أنا تعال بابا تعال. دائما دول الأطفال أعلمهم على يعني الحياة البرية، على حب النباتات. نعم. تعال بابا تعال. تعال.
فدائما خليهم ينثرون البذور. انثر البذور. اي نعم. تعال عندي. السلام عليكم. شو اخبارك؟ هذا مهيب. فدائما نعلمهم على نربطهم يعني في الصحراء لانها من ضمن تاريخنا وحضارتنا. يعني حببت حتى اولادك محمد في هذا المجال، دخلتهم في الجانب التطوعي الخيري من الزراعه او زراعه الاماكن الخضراء المسطحات الخضراء. أي نعم. في الامارات. فالمشاركات اللي دائما يكونون حاضرين فيها معك، كيف يعني شو السبب اللي خلاك تدخلهم في هذا المجال او دخلت فيهم هذا الانطباع؟ والله اليوم التقنيه اثرت على الاطفال وما ربطتهم ببيئتهم ولا بعاداتهم ولا يعني الان هم يعرفون النباتات، يعرفون البذور، فمن يكبر عنده شيء طبيعي انه النباتات يعرف اسماءها، يعرف صحيح. فوائدها صحيح. شايف شلون؟ فدائما يعني يكون عندهم هذا الشيء يحبونه. طيب محمد حاليا نعم الشيء والموجود وحاليا راح نباشر في الزراعه. اي نعم. طيب محمد العمق اللي تقوم بزراعه في كيف يعني تكون قوه الحفره تحت الارض يعني هشه رمليه عمق ما يتجاوز 30 سنتي يعني. اي نعم. فنغرسها وراح نغطيها بعد ما نغرسها نسقيها ونغطيها بالبلاستيك ومن ثم نردم عليها الرمل فتبقى الرطوبه موجوده الى ابعد مدى بحيث انه يعني في اي فرصه سقوط امطار تكون خلاص هي اساسا يعني في الاحتياط مثل ما نقول محتفظه برطوبتها وايضا جذورها راح تكون يعني في العمق ومثبته جذورها في التربه. اي نعم. جميل. نبدا في الخطوات محمد. راح اشوف اول خطوه منك بعدها راح اباشر انا فيها. هذا عمق الحفرة يكون؟ نعم هذا عمق الحفرة. اي نعم. خليها. تمام. نردم التراب عليها. زين. نجيب الحين الكيس هذا الكيس. اي كيس بلاستيك يحافظ عليها. تمام. انا افتحه مني. ايوه. شايف شلون؟ بحيث انه يحافظ على الزرع. لا العفو بس احنا نسقيها ماي. تمام. الحين لما سقيناها ماي راح الرطوبه تبغى ما تطلع. خلاص تكون مدفونه مع الفلم. نعم نعم هاي راح تستمر الى ان تجي موسم الامطار او ضباب. او ندى الأرض. الندى بعد مفيد جدا بحيث نتتوي الارض. ايه. وهي سبحان الله هذه النباتات هي راح تكيف نفسها وتاقلم نفسها ضمن البيئه اللي تعيش فيها. بس شنو لازم ما يكون عليها رعي جائر حتى تطلع النباتات وبذلك هذه افضل طريقه هي لديمومه الاشجار خصوصا في الصحراء. انا اجرب واحده محمد ما عليك امر.
جميل. يعني محمد تقريبا حاليا خلصت من زراعة الشتلات، فدائما هناك رسالة تحب تقدمها في مشاركتك في الأعمال التطوعية؟ دائما اليوم احنا نتكلم عن امتداد مسيرة في العمل التطوعي أكيد، فشو هي الرسالة اللي دائما تسعى لها؟ والله رسالة، احنا دائما الحمد لله يعني برنامجكم برنامج عطاء، واحنا ان شاء الله من اهل العطاء. نعطي كل معلومة، كل انسان يعني محتاج معلومة عن الزراعة عن كذا، احنا نقول له يعني نوفر له المعلومة الزراعية او اي استشارة زراعية نحن حاضرين. اي نعم، وهذا يعني العمل التطوعي صراحة شيء يعني انسان يفرح الانسان لما يشوف اعماله يعني تفرح فيها الناس وتساهم في البيئة. اي نعم اكيد. يعطيك العافية محمد، وكل الشكر لك، وانا امانة سعيد بوجودي معك اليوم في هذا العمل التطوعي، واللي اسعدني كذلك ان وجود ابنائك معك يشاركونك في هذا العمل. هذا بحد ذاته هو اللي نتكلم عنه دائما، هو الغرس الصحيح اللي دائما يربون عليه الاهالي ابنائهم في حب العطاء، حب الخير، حب الارض اللي هم عليها، وجعلها يعني مثل ما نقول هي من المسطحات الخضراء. دائما حكمنا حريصين على ان تكون هذه الاراضي مسطحات خضراء، هذه الاراضي هي اراضي عطاء سواء للانسان او حتى للحيوان، يكرم تكرم يكرم السامعين، وحتى للنبات. فيعطيك العافيه محمد. الله يعافيك، حياكم الله، ويا هلا وكثير الهلا بيكم. شكرا لك. يا مرحبا يا مرحبا. طبعا مشاهدينا، وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عطاء. العطاء اليوم هو ليس فقط للانسان انما حتى للحيوان والنبات، هذا ما تربينا عليه في دولة الامارات، وهذا ما عودوا علينا قادتنا الرشيده في حب العطاء، في حب العمل التطوعي، حب الاعمال الخيريه. نشوفكم ان شاء الله في عطاءات اخرى من برنامج عطاء، مع السلامه.